خوت، السلام عليكم، اش اخباركم؟ مزيان؟ اش كتعاودوا؟ كيدوز نهاركم؟ المهم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وبهاد الورقه هذه اللي قدامنا، اني من هنا غادي نخرجوا الكانتي، من هنا غادي اخوتي يخرجوا الكانتي. اول حاجه نهضروا على رقم خمسة. رقم خمسة هو الخان الكحله. الخان الكحله يعني كقاعدة الخليفة تعرف، إما كضرب الراس إما ما كتبانش. تاني حاجة عندو زوكوينتي دو باز، معطينا ستة وجوج وتسعود والخمسة والربعة والحداش والتمنية والعشرة. بالنسبة لينا حنا كناخدو ديما آخر عود ما بين التمنية والعشرة، غناخدو هداك الويت تا هو نلعبو بيه. كذلك تورفو مانيا عطينا ستة والتمنية والجوج وتسعود والربعة، وكذلك ثلاثة والعشرة والخمسة. كناخدو الاخر ديال العود رقم ما بين رقم الخمسة هو الخانة الكحلة، يعني عطينا 8 10، وفي الاخر ديال تورفو ماني عطينا 5 10، وكذلك في الاخر ديال مثلا تورفو ماني عطينا 8 11. بالنسبه لي انا داك رقم 6 تنور غنحاول نستبعدو، غنحاول نستبعدو حيت اللي كيكون اول الاول ديال باريتور كنلعبو به، الاول ديال باريتور كنلعبو به هو داك رقم 2، غنحاولو حتى هو اللي غنلعبو بيه. غنلعبو عندنا لا باز اللي عندنا صحيح والسوليد هي 5 8 4 2 والواحد، 5 والربعة 8 وجوج والواحد. في الجيمني عطينا 5 6 4، بالنسبة لي انا ناخد 5 4، وفي لا باز عطينا 6 1 5 ناخد 1 5، وفي الاسطر عطينا 4 9 2 ناخذ 4 2، في لي ديرمينيت عطينا 4 13 ناخذ 4، وفي السليكسيوني عطينا مثلا 6 2 و 6 5 ناخذ 2 5. هذاك السيسي بان لي واقيلا غادي يدفق العالم باسره، حيت كلشي غيلعبو، حيت كلشي كيهضر عليه، حتى بلي الصحافه كامله كيهضروا على داك السيسي. وانا كخليفة تورف العود اللي مثلا كيلعبو الخوت، بالنسبه لي انا كنقتلو، واخا يضرب الراس ما غاديش نلعبو. اللي غادي يضرب الراس في لاكان هو رقم خمسة، ونتبعو مثلا برقم واحد او رقم ثمانية. تروازيام او الكاتريام مثلا هو رقم ربعة. في لي ديري مينيت ناخذ مثلا ردي 4 13 ناخذ 4 نديرو 4. سليكسوني عندنا 6 2 و 6 5، 6 غادي نقتلو وناخذ 2 5، يعني 2 5 4 و 8 و 1 وحنا رابحين الكانتي. 2 4 5 8 و 1 حنا رابحين الكانتي. الباريتور فعطينا 2 6 4 5 9 11 13 10، في لاشونس ريكيري عطينا 8 1. هاد 8 1 من لاشونس ريكيري غنحاولو غنزيدو هداك لاباز وحنا راه فحال الكانتي. هاد 8 1 غنزيدوها مثلا على 2 و 5 و 4 وحنا راه فحال الكانتي، يعني الكانتي نضرو غادي يخرج من تماك. في الافيك عندنا 2 و 6 و 4 و 5، افيك 9 11 13 10 8 1، يعني دابا انا غنعطيكم 5 د النوامر لي فومري فريمو غادي يبانو ان شاء الله بحول الله. وما هادو يعني 5 8 اما الجوج واما الربعة. الربعة مهم كنحاولو نديرو كاطريا، واما الواحد اللي غيضرب مثلا تروازيام، والسنكيام اما الجوج. يعني هادشي اللي على باز اللي عندي، عندي خمسة
8 في لاباس 5 8 اللي غيجي تروازيام اما الواحد واما الجوج، الكاتريام غيكون الربعة والسانكيام ما بين الواحد والجوج. هادو 5 نوامر، حاولوا تلعبوا غدا ان شاء الله، وتنظن راكم رابحين معايا في خليفة تور، في القناة ديال خليفة تور، وقلكم رابحين. انا حسيت بيها، انا داك السيس هو اللي غيدير الصابونة للدراري كاملين. المهم هادشي اللي عندي اخوت، وكنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم وعلى لي لايك وعلى لي جيم. غير يا اخوتي ما تبخلوش علينا بلي لايك ولي جيم، واللي جديد يتابونا ومرحبا، وانا مرحبا بكم عزيز. تحياتي لكم وين ما كنتو، تبارك الله عليكم.